السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله نعرف رقم السفارة الليبية في رواندا أو رقم سفارة ليبيا في رواندا. رواندا دولة أفريقية طبعا. رقم التليفون هو 0-250-25-25-72-309. يبقى تاني، رقم سفارة ليبيا في رواندا أو رقم السفارة الليبية في رواندا 0-250-25-25-72-309. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الرقم. إن شاء الله استنونا في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.